هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر. ألا تنحنون لنبيكم؟ نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله. رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟ هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. كلمات اكتتبها أمي ودعاني. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. ماذا يقولون في المسيح؟ يقولون إنه عبد من ثباق البشر. تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟ نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد، هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟ نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. انطلق يا جعفر ومن معك وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة. ويمضي عام وعام ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قواتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم. يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات. نعم، اليوم وغدا يا حقود الصماء. تكاثرت الأحزان، بالأمس ودعنا خديجة، كانت أما لي، واليوم أبا طالب. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة،
الآن وبلا إبطاء. يريد أن يخرج إلى الطائف. اتقوا الله يا أطفال. قلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أولى. وعمر بن الخطاب وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها، 70 أو يزيدون قليلا، هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، آثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة. إنهم ثلاثة، محمد أصبح وأبو بكر ودليلهما أريقد، أعرف الناس بالصحراء. هيا جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. الله أكبر. هو الرسول. الله أكبر. أقبل الهادي البشير. الله أكبر. الله أكبر. برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا. مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت. بل في داري يا رسول الله. يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين. اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. مرحى مرحى. حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله، على بركة الله. حل ذكي. اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.
بسم الله نقيم بيت الرسول. في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله. هنا كيف ندعو إلى الصلاة؟ صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين. إن وافق رسول الله. وافق النبي. نعم صوت الإنسان. أنت يا بلال. أنا؟ لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم ملك لنا. نعم والله نقاتلهم، هؤلاء الذين باغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا، فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة. لا قتال حتى يأذن الله. انظر إلى الشمس. استمعوا إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب. لا تؤذوا طفلا أو شيخا أو امرأة أو مريضة. لا تقطعوا شجرة. لا تحملوا على رجل يتعهد غرسة. قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم. والآن إلى أبار مكة. يهاجمون قافلتكم. كم عددهم؟ 300 بضعة فرسان.
سيكون لنا 100 فارس. وعدد إبلهم؟ 70. سيكون لنا 170. وعشرون ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر، سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها. القبائل ما زالت تتوافد، سنصبح 10,000 قبل الغروب. أخي شيبة وورد الوريد وعلا، انتظر أنت. عبيدة، وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هل نحن نظراؤكم؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله. رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى. لو كنا مكانهم لقتلونا. علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى، لا تسحبوهم مربوطين، قاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته. لم يقتحم
يقتحم بابا واحدا. إنه يستولي على القلوب لا الجدران، وهذا هو النصر. يؤلمني لقاؤه. يجب أن نظر للناس يا هند. هل كنا على ضلال؟ نعم كنا على ضلال، أخذتنا العزة بالإثم، كانت آلهتنا أصغر شأنا منا. أهو الآن إنه يقترب من الكعبة. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله.